أكني ستوديوز. شو صراحة كان إذا حبيتوا تشوفوا أشياء تلبسوها يمكن ما كانش في أشياء كثيرة، لكن الأفكار yes so many ideas so many هيكي hints لو what's we gonna see in the future في عالم الأزياء الرجالية. Donc voilà, full of creativity and full of ideas. All over, it was a very nice show. Thank you guys. You should see me in a crowd. I'm gonna win, there's nothing to help. Watch me make them bow. One by one by one. موعدنا لنكتشفوا كوليكسيون تبع جيفونشي. Here we go. تفضلوا. And تفضل. بدخول الشوروم وجدت نفسي في حقبة زمنية أخرى، فكلير ويت كالا أحيت التراث الفرنسي العريق بهذه التشكيلة. حررت الأزياء الرجالية من الصورة النمطية الخاصة بها من خلال قصات وتصاميم مميزة. أما الكالورز فكانت جريئة، مثل الفوشيا والأورنج والأخضر والأزرق وحتى الأحمر. تنوعت الألوان مع تنوع البدلات الرسمية ذات التايت جاكيتس والسراويل الواسعة والكوتس الطويلة التي تشكل خيارا مثاليا للمناسبات والحفلات، هذا بالإضافة إلى بعض الكاجوال جاكيتس. وأكيد كان للأكسسوريز حظ كبير من الاهتمام، وطبعا أبرزها الحقائب اللامعة واللي ما زالت من Icons of Givenchy.